في سؤال للاستاذ عماد سعد الله، هتعمل ايه في سد النهضه؟ وهل انت ماسوني وانت ماسوني؟ رد وقال اعتبرني انا راس الماسون يا سيدي، بس جاي اصلح لك حاجه. تعالى نسمع كده ونرجع تاني. اعتبرني انا راس الماسون اللي بيقود النظام العالمي خلاص، وانا اللي جاي اعرف اسرار الهرم الاكبر، وانا اللي جاي اهد لك بزلزال صناعي سد النهضه عشان الميه توصل للهرم ويشتغل اسرار الهرم. اعتبرني انا اللي هرفع اجيب اللوح القرمزي وهفجر بيه اسرار العالم وافجر بيه اسرار العلم. ده افضل ولا الجهل اللي انت عايش فيه والكتب المكتوبه من 1000 سنه، شخص قاعد اشخاص قاعدين في الكهوف وبيكتبوا الكتب وعاوزني انا اتبعها؟ لا يا سيدي، انا راجل جاي بفجر اللوح القرمزي وافجر لك العلم. كويس كده؟ زي ما حضرتك سمعت كده، قال له اعتبرني انا راس الماسون يا سيدي وجاي اعدل لك حالك، اعتبرني انا راس الماسون يا سيدي وجاي اكتشف اسرار الهرم. ما هو الهرم ده له اسرار حقيقي. انا اتفق مع عماد سعد الله ومع كل من يقول ان للهرم اسرار. بالفعل هذا الهرم له اسرار ولم يبح باسراره بعد، قولا واحدا يعني. وهذا الكلام يعني اعتقد ان هناك من يتفق على هذا الكلام، أن الهرم لم يبح بأسراره بعد، ويحوي العديد من الأسرار التي تهم العالم كله والتي لها تأثير وستؤثر على البشرية. ده حقيقي؟ آه أنا أؤمن بذلك. أنت حر بقى تؤمن أو لا تؤمن. وأيضا قال كلام خطير جدا جدا جدا، قال لك يا سيدي أنا اعتبرني أنا رأس الماسون اللي هيجي يعمل لك زلزال صناعي يفجر لك بيه سد النهضة. اعتبرني انا راس الماسون اللي هيجي يعمل لك زلزال صناعي يفجر لك بيه سد النهضه ويحل لك المشكله. طب هو مين اللي عمل المشكله؟ هو سد النهضه ده تمويله ايه؟ تخطيطه ايه؟ مين اللي واقف في ظهر اثيوبيا ومخليها بهذه القوه؟ اليست اسرائيل حبيبتك؟ يعني اللي صنع، يعني انت عايز تقول لي ان انتوا صنعتوا كل المشكلات الفتره اللي فاتت وصدرتوا لينا كل المشاكل علشان تيجي تقول لي انا اللي بايدي الحل وانا حله، بوس ايدي وانا احللك. هي كده في الديون هتسقط الديون؟ ما انت مديون لمين؟ ما انت مديون لينا. لينا مين؟ اللي هي اسرائيل اللي هي تمتلك كل هذه المؤسسات المانحة وتمتلك البنك والصندوق الدولي وكل هذه المنظومة اللي بيدخلها هالك. اي حد هات لي دولة في العالم مشيت بروشتة الصندوق الدولي وهذه الدولة نجحت أو عبرت أزمتها الاقتصادية. كل من دخل لهذا المثلث أو هذا الثالوث الذي يشبه مثلث برمودا غرق. أي حد لجأ للبنك أو الصندوق الدولي في اقتراض بشروطهم غرقت هذه الدول. كل الدول اللي لجأت ليه هات لي دولة واحدة روشتة البنك الدولي أنقذتها وجعلت منها دولة ناهضة أو دولة نامية حتى. مفيش. كل الدول اللي راحت هوب نزلت. يعني انت عايز تقولي ده وانت عايز تبني لي سد النهضه واسرائيل تدعم اثيوبيا وتمول اثيوبيا من الباطن وتدعمها سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وجاي دلوقتي تقولي الحل بايدي، انا هعمل لك زلزال صناعي وافجر لك ده. وده ياخدنا لحته زلزال اللي حصل في تركيا وفي شمال سوريا الفتره الاخيره اللي راح ضحيته ما يقرب من 30,000 بل يزيد. اللي راح ضحيته عشرات الالاف بل يزيد. والزلزال ده يمكن انا كتبت لكم على الفيسبوك ان هذا الزلزال ليس طبيعيا. بالفعل هو لم يكن هزه ارضيه طبيعيه. اذا انت تعترف ان يمكن ان يكون هذا الزلزال وغيره من الزلازل التي ستحدث في الفتره القادمه زلزال صناعي، وانت بتقول اهو زلزال وانتم قادرون على ذلك. وانا اؤمن واقر انكم قادرون على ذلك وقادرون على إحداث زلزال صناعي. أنا أؤمن وأبصم لكم بالعشر أن هذه المنظمة التي تنتمي إليها قادرة على صناعة زلزال صناعي مدمر. أنا قادر. ويقدر يحدد لك هيبقى بقوة كام على مقياس ريختر قبل أن يقع هذا الزلزال. أنا واثق من ده تماما، وأنا واثق أنكم قادرون على أن تمطر السماء فعلا بالعلم. أنا أؤمن بده تماما. وأنا أيضا أؤمن أنكم قادرون، إن أنتوا لو شاورتوا على الحتة دي وقلت لها أخرجي ستخرج كنوز بقى أيا كانت هذه الكنوز، في صورة نفط، في صورة غاز، في صورة ذهب، في
في صورة آثار في أي صورة أنتم قادرون على ذلك؟ نعم أنتم قادرون على ذلك. وبالعلم بالوزن، لأن العلم كله الآن في يد هذه المنظمة وفي يد هذه المؤسسة. بالعكس ده اللي بيخرج عن هذه المؤسسة وعن هذه المنظومة بيلقى مصيره. وكم من عالم مصري وعربي لقوا مصيرهم المحتوم، من سميرة موسى لسعيد السيد بدير لمصطفى مشرفة لغيره لغيره لغيره، الأسماء كثيرة. أي حد بالذات أنا اللي ذكرتهم دول كمان مع المتخصصين في مجال الذرة وغيرهم في أي مجال وفي أي علم، حينما نجد نوابغ في هذه العلوم لابد من استقطابها، ومن يرفض الاستقطاب ويرفض الانضمام لهذه المنظمة يكون مصيره مصير سميرة موسى وسعيد السيد بدير وغيرهم من العلماء الأجلاء الذين تم اغتيالهم على يد الموساد الإسرائيلي وغيره من المؤسسات السرية الدولية التي تناهض أن يكون العلم في يد غيرها. تمام كده؟ إذن هو يعترف أن هناك ما يسمى بالزلازل الصناعية المدمرة، وأنا سعيد بهذا الاعتراف، لأن مهما كنا اتكلمنا وقلنا لكم الكلام ده كنتوا هتقولولنا ده كلام محض خيال، انتوا خيالكم واسع. هو للدرجة دي؟ لأن انت حضرتك قاعد بتتفرج على أفلام هندي وانت مش داري ايه اللي بيحصل، هو عايزك كده. وبالمناسبة هو اتكلم عن الخيال العلمي، أفلام الخيال العلمي، وقال لك ان أفلام الخيال العلمي دي مش مجرد أفلام، لا دي رسالة بتهيئك للي جاي، وهو صادق في ده. بالمناسبة الأفلام اللي احنا بنسميها أفلام الخيال العلمي دي اللي بتطلع لك واحد مهما تضربه بالرصاص ما يموتش ولا يموت، هو فعلا ده حقيقي، بس ده مش بشر، ده روبوت على هيئة بشر. وانا هعمل لكم حلقات في هذا المجال وهجيب لكم أشكال الروبوتات دي وهتشوفوها بنفسكم. ده روبوت على هيئة بشر، وربوت يقتل بلا رحمة، والراجل اللي بيطير في السماء والراجل اللي بيطلع نار ما هو الأشكال اللي انت هتشوفها دي. على فكرة كلمة الفضائيين والكائنات الفضائية دي مش كائنات جاية من الفضاء، لا دي كائنات، كلمة فضائية يعني أنها ممكن أن تسير في الفضاء. هذه الكائنات ليست كائنات حية، بل هي كائنات مخلقة ومصنعة. الموضوع يطول شرحه والموضوع كبير، وممكن حد تقول لي اللي انت بتقوله ده خيال علمي، قول براحتك مفيش اي مشكله خالص. ما احنا لو قلنا لكم ان في ناس هتطلع تقول امطر يا سماء والسماء تمطر كنتوا هتقولوا لنا انتوا هربانين من عنبر العقلاء بالعباسيه. تمام كده؟ لو كنا قلنا لكم ان في ناس ممكن ان تحدث زلازل وزلازل مدمره زلازل صناعيه كنتوا هتقولوا لنا برضو ان انتوا يعني عايزين ترجعوا عنبر العقلاء بالعباسيه من جديد. ولكن حينما يقولها أو يقول هذا الكلام من ينتمي للمؤسسة الماسونية العالمية، إذن هذا تصريح يسير في الاتجاه الذي نسير فيه. شكرا أستاذ عماد سعد الله على هذه التصريحات.